الذهب بكل الفائزين. الزميل حمدان الجحافي، والشوط الثاني في المجموعة الشوط الأول للبكار الثنايا المهجنات ورحلة التحدي والإثارة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. شكرا حمد بن طويرش الوهيبي، نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الوذبة عاصمة الميادين، مع انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. انطلاقة شوطنا الأول الذي خصص للأبكار الثنائي المهجنات الأصايل، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لكي نتعرف على الصدارة، ومن تأتي مع البداية الأولى مع مقدمة الشوط في هذا المسار والانطلاق. أرى العدملية محمد بن حمد بن كردوس العامري من يقدم لنا العدملية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. النقلة مباشرة هنا مع المركز الثاني من تليها مباشرة وترافقها على الصدارة بهذا المسار والانطلاق. يا سلام، تتقدم مباشرة إلى مقدمة الشوط خلود، تعود الملكية مشاهدينا الكرام. من يقدمها في هذا الشوط سهيل بن سعيد بن سلطان الكندي من يقدم لنا هذا الاسم مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني من تأتي في ثاني المراكز في هذا الانتصار وفي هذا المسار والانطلاق. هنا مشاهدينا الكرام الوصول والقدوم في هذه اللحظات. يا سلام، تتقدم هنا وتأتي مع المركز الثاني بهذا المسار. أرى العدملية محمد بن حمد بن كردوس العامري من يقدم العدملية، ومن الجانب الآخر الوصول مع المركز الثالث. تسللت مباشرة هنا وانطلقت إلى المركز الثالث. أرى الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات تأتي مشاهدي الكرام البداية الأولى ومع المركز الثاني. أرى العابر، العابر تعود الملكية، من يقدم العابر مشاهدين الكرام خميس بن سالم بن خميس الشامسي، ومن الجانب الآخر الوصول من أركان لسعود بن مبارك بن ناصر بن سعود الشافي من يقدم لنا أركان. المركز الخامس الوصول والتقدم الممتاز من اللي هم الجماجم محمد بن سعيد بن حمد المري من يقدم لنا أم الجماجم مع المركز الخامس. المركز السادس واصل مشاهدينا الكرام ومنطلقة في هذه اللحظات. أرى الوصول من شرف مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين من يقدم لنا شرف. انتقل مباشرة إلى المركز السابع الواصل في هذه اللحظات والمنطلقة مشاهدينا الكرام. وصول من ضباء غانم بن راشد بن يافور المنصوري من يقدم لنا ضباء. انتقل إلى المركز الثامن ورا مزون أحمد بن مانع بن دواس العامر من يقدم لنا مزون. النقلة مباشرة مع المركز التاسع والوصول من هنا مشاهدينا الكرام مناجم أحمد بن حارب بن أحمد المهيري من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار. انتقل مباشرة إلى المركز التاسع والوصول والقدوم من مرفوقة لسعيد بن حمد بن عبد الله بن فلاق الاكتبي من يقدم مرفوقة. أما اللي في المركز العاشر وختام ندائنا الأول هنا من تصل أرى اللي هي غالية صالح بن سليم بن خصوان العامري. هكذا النتيجة، هكذا الشوط، هكذا المسار، هكذا الانطلاق. أكملنا النداء الأول للعشر المراكز المتقدمة من الثنايا المهجنات الأصايل. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. يا سلام، أنت تسيطر مع البداية الأولى مع مقدمة الشوط بهذا المسار، تسيطر سيطرة كاملة وتامة مع البداية. أركان، أركان بقوتها في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. سعود بن مبارك بن ناصر بن سعود الشافي من يقدم لنا أركان مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. العابر، العابر مع المركز الثاني. تعود الملكية الخميس بن سالم بن خميس الشامسي من يقدم لنا العابر. المركز الثالث الوصول والقدوم من خلود لسهيل بن سعيد بن سلطان الكندي من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثالث. المركز الرابع الواصلة والمنطلقة مشاهدينا الكرام والمتقدمة بهذا المسار. أرى اللي هي العدملية، العدملية تعود الملكية من يقدم لنا العدملية.
محمد بن حمد بن كردوس العامري يقدم العدملية مع المركز الرابع. المركز الخامس المنطلقة مشاهدين الكرام والآتي شرف شرف تعود الملكية من يقدمها مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين الواصل مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز ضبا غانم بن راشد بن يافور المنصوري يقدم لنا ضبا. انتقل مباشرة إلى المركز السادس أو سابع المراكز أرى مزون أحمد بن مانع بن دواس الآمر من يقدم لنا مزون، ولكن وصلت مناقم مناقم تعود الملكية الحميد بن حارب بن حميد المهيد من يقدم لنا هذا الاسم القادمة هنا والمنطلقة في هذا الشوط. الوصول يا سلام الوصول والقدوم هنا وصلت في هذه اللحظات وانتقلت إلى المركز الثامن. أرى اللي هي مشاهدين الكرام من ترافق هذا المسار والانطلاق مع مناجم، ولكن الواصلة الواصلة أم الجماجم محمد بن سعيد بن حمد المري من يقدم لنا هذا الاسم لأم الجماجم. المنطلاقة مشاهدين الكرام من غالية صالح بن سليم بن خصوان العامري من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز التاسع. وفي عاشر المراكز أرى مزون أحمد بن مانع بن دواس العامر. هكذا النتيجة هكذا مسار الشوط.